وزير الصحة يواصل جولته في عدد من الولايات ويحث الطواقم على التحلي بروح المسؤولية والعناية بالمرضى. وزير التعليم الأساسي والثانوي والديان زيارة تفقد لعدد مراكز تكوين عقدوي الخدمة العمومية بنواكشوط. اختتام الحملة الوطنية للعمل التطوعي المنظمة من قبل وزارة التشغيل والشباب والرياضة على عموم التراب الوطني. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من قناة الموريتانية، تصحبني فيها بلغة الإشارة الزميلة أسماء متعثمان. أدى وزير الصحة زيارة تفقد واطلاع لبعض المنشآت الصحية بولاية البراكنة، حيث اجتمع بالطواقم الطبية وحثهم على تحمل المسؤولية ومنح المرضى كل العناية اللازمة. المحطة الأولى من زيارة التفقد والإطلاع التي يؤديها وزير الصحة لولاية البراكنة كانت لمباني المركز الصحي الجديد بمدينة ألاج، حيث تجول بالمبنى وأعطى تعليماته بضرورة تسريع إجراءات تسلمه ليواصل دور المركز الصحي العريق بالمقاطعة في تقديم خدمات الصحة القاعدية لسكان المدينة. كما زار الوزير الإدارة الجهوية للعمل الصحي بالولاية واطلع على مخازن الأدوية بكماك، فعاين مخزونها من الأدوية وظروف تخزينه وطرق متابعته. مركز الاستطباب بألاج مثل إحدى المحطات البارزة في الزيارة، حيث تجول الوزير في أقسامه المختلفة وعاين تجهيزاته مطمئنا على أوضاع نزلائه. وقد استمع الوزير في هذه المحطات المزورة إلى شروح من القائمين عليها عن طبيعة الخدمات التي تقدم وظروف العمل فيها، كما حثهم على الانضباط والتحلي بالمسؤولية قبل أن يعقد اجتماعا موسعا بالطاقم الصحي خصص جزء منه للاستماع إلى مشاكل عمال القطاع ومطالبهم، التي منها زيادة الأجور والعلاوات وتعميمها وتحسين ظروف العمل والتكوين المستمر. مشاكل أكد الوزير أنها ستجد طريقها إلى الحل قريبا حينما تكتمل الإجراءات التنظيمية للقطاع والتشخيص الجاري. مشاكل الصحة ياسري، واحد إن شاء الله نية حسنة نحلهم. قيال ما تعرف أن الحل أو عرم القول والقول واحد واعر. أنا لا نشو إن شاء الله في دار في البلد، ولين أقوم بالمحور الأول اللي طرقته له توما فرقة اللي به نحن مهم عنده، اللي هو محور اللي متعلق بمصادر البشريه. محاور اولا شنو تنظيمه؟ وباش قد حد يقول انا عندي حق في كذا، اش لابد عود فمي النورم، انا فهم روايه تقول الحق شنو وقلت شنو. مرجعيه. وذوك اللي نورم وعدلوا يتوصى فيهم عدد الاطباء اللي يشتغل المسرح الفلاني ولا المستشفى الفلاني، وبذاك يقول طبيب انا لابد داني من 5 استشفامات. ما نقدر نقول له هي خارج النورم، خارج مرجعيه لا تكتب ان قدر من المستشفيات ما ترنيتوه ويلا عود فيها قدر كذاش من الاخصائيين، قدر كذاش من الاطباء، وقدر كذاش من القابلات، وقدر كذاش من المريضين، ولا نحاول نوصلوا له. وفي نطاق الاسلاك واحنا ضرك في ان ديكري ان بروجي ديكري لا يقدموه الحكومه لا نرجع للحاله الطبيعيه، وافي ذاك يو ولا يس فيك الرده في الوافي، لا نرجع لانفرمي دتا مستشفى دتا وجميع اللي خارج من يو يس يعدلوا لهم النظام كان نقدر ندخلوه ونردوه لبلده. وفي بلدية الشورقي تشرف الوزير على تدشين المركز الصحي للبلدية، مؤكدا على ضرورة المحافظة عليه كمنشأة صحية جديدة. ونختار نتاز هذه زيارة لكن نعلم فيها رسميا تدشين المركز الصحي الشورقي. زرناه ضرك ونكنا بذلي فيه، فانا هو نختار نحث اولا عمال الصحه فيه ان يطرحوا الاخلاق، ان ما ينساوا دورهم الاول اللي هو دور استجابه لحاجيات المواطنين، ودورهم الثاني ان يعني يطرحوا الاخلاق اذا عندهم التجهيزات وصيانته. انا مولي نختار نتاز مرسلين نطلب من ساكن الشورقيت انهم يعاونوا عمال الصحه في عملهم، ان ما يعاونوهم فيه ما هم لا يقوموا به. وفي لقاء بقاعة الاجتماعات بالبلدية مع الإدارة المحلية والمنتخبين وجمع من سكان الولاية، قدم السيد الوزير عرضا عن محاور خطة العمل التي سيتم تنفيذها، كما استمع إلى مطالب الحاضرين المتعلقة بتحسين الخدمات الصحية وتعميمها. موجودين هنا صيدليات
متوالين كلام معناها صيدليات، يعود حد يجيهم ويقبض الدواء يخلص ذلك النسبة صغيرة، تعود الصيدلية هي اللي تفكتر على كلام. خارجين ياسم الملاحظات على 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 العمال كتبناهم، ذاك ان شاء الله ودور عدل فيه، ما نقدر نجاوب فيه ولا نقدر نضيف التزام محدد، كان دور عدل فيه ذاك اللي راجل عنا الى بين شهر والله عام، رجعت انا والله رجع حد من المديرين العامين يعود يكسى على اللي تقولوا له عن الحاله تغيرت ان شاء الله ونرضى. جميع المستوصفات اللي وفاو فتنا توافق مع وزاره الاسكان عن الاسبوع الجاي اللي تبعث بعد، انا قلتها له واللي بعث فيهم الوقت من وزاره الصحه، وكل مستوصف والله طب قد حالته عاد وافي لين استلموه. نحن اليوم دشنا للقصور جيت ولا يتحولوا له الصبح، الوقت اللي استلمه لين دشون تحولوا له، لان ما نبقى يحصل على المواطنين. هذا وقد ذمن المنتخبون بالولاية جهود الحكومة في تنظيم القطاع الصحي وضبطه، مؤكدين دعمهم لهذه الجهود. للموريتانية أحمد معلوم محمد ألاك. أدى كل من أدما بوكار سوكو وزير التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني، ومحمد ملعيني وليه وزير التعليم الثانوي والتكوين الفني والمهني، زيارة ميدانية لعدد مراكز تكوين عقدوي الخدمة العمومية بغية التعرف على ظروف تكوين الطلاب الذين يتلقون الدروس، تمهيدا لتوليهم مهام التدريس في مؤسسات التعليم العمومية. هنا مدرسة تكوين المعلمين، ومنها انطلقت زيارة وزير التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني السيد أدما بوكار سوكو، ووزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني السيد محمد ماء العينين وليه، ليطلع على تكوين 3406 أشخاص نجحوا في مسابقة تقديم خدمة التعليم، منهم 2126 معلماً والبقية أساتذة، وتستمر مدة التكوين أسبوعا كاملا. الوزيران أكدا أن الجميع سيكون في ظروف تكفل له تأدية واجبه النبيل. الزيارة طالت الإعدادية العربية، حيث يتم تكوين أساتذة المرحلتين الإعدادية والثانوية، والبداية بقسم أساتذة الرياضة البدنية، من بينهم هذه السيدة الوحيدة من جنسها والتي احتفى بها الجميع. ليتوجه الوزيران إلى إعدادية البنات، حيث يشرف طاقم متمرس على تكوين أساتذة المواد العلمية. بعدها ييمم الوفد الوزاري وجهه شطر ثانوية تجنين رقم 1. هنا يكون مقدمو خدمة التعليم من معلمين مزدوجين يتلقون دروسا تبين لهم واجباتهم التربوية وتحثهم على تقديم الأفضل. هذه الزيارة تدخل ضمن متابعة نشاطاتنا لاكتتاب مقدمي خدمة التعليم. اليوم نحن هنا مع الزميل معالي وزير التعليم الثانوي والتكوين المهني للاطلاع على وضعية تقدم التكوين الذي يستفيد منه مقدمو خدمة التعليم الذين نجحوا في الامتحانات، وقد هنأناهم وشجعناهم على المتابعة الجيدة. لاحظنا أن القاعات ممتلئة مما يعني الحضور المكثف والالتزام القوي، وهذا يشجعنا ويعطينا التفاؤل ويؤكد أن إرادة الحكومة مصممة على تغطية النقص في كوادر التعليم بفضل اختيار أفضل المتقدمين للخدمة. وعلى مستوى التعليم الأساسي لدينا عجز يصل إلى 885 معلما، ونأمل أن نغطيه في المستقبل القريب عن طريق اكتتاب سيجرى في ظروف شفافة. التكوين يتم على أيدي خبراء تربويين مجربين ومدرسي مدارس تكوين المعلمين، وهنا أردنا أن نحصل على تكوين أفضل من أجل تقديم خدمة أفضل. وسيتم تحويل مقدمي الخدمة بعد اكتمال التكوين وبشكل مباشر من أجل اللحاق بأماكن عملهم في أسرع وقت، حتى يتمكنوا من استدراك ما فات وضمان تعليم جيد لأطفالنا خلال السنة الدراسية الحالية. وأؤكد أيضا هنا أن إصلاح التعليم يسير على الطريق الصحيح، وأن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالإشراف على إصلاح التهذيب ستقوم بإنجاز خارطة طريق الإصلاح، وستقوم بالعمل على إنشاء المجلس الوطني للتهذيب خلال الأسبوع المقبل، وستقوم قبل منتصف ديسمبر إن شاء الله بالبدء في إقامة لجان تسيير المدارس، مما سيسمح لكل الأطراف بالبدء في العمل مع السلطات المحلية من بلديات ومجالس جهوية من أجل مشاركة الجميع في جعل مدرستنا الجمهورية واقعا معاشا ابتداء من الافتتاح المقبل على أبعد تقدير. ولم يفوت وزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني
فرصة تبيين أهمية التكوين، مؤكدا أنه لبنة أساسية في صناعة تعليم ذي جودة عالية. قلت اليوم بصحبة أخي معالي وزير التعليم الأساسي وصلاح قطاع التدريب الوطني بزيارة اطلاع على بداية العملية المهمة اللي هي عملية تكوين مقدمي خدمات التكوين والتعليم، مقدمي خدمات التعليم اللي مكيف النوفا مسار انتقائهم. اخترنا نقدم الشكر للناجحين، نطلع لأنهم عملية التكوين لأنها انطلقت في ظروف جيدة، ونقول لهم أهمية العمل اللي تم انتقائهم من أجله، ونبلغوهم نية الوزارات على أنهم يرافقوهم إن شاء الله لين يعودوا مدرسين ممتازين. العملية مكنت من انتقاء أجود الموجودين على سوق العمل بطريقة شفافة، بقى عاقبها نقص يتشكل عملية أولى من أجل تغطية العجز وقطعته بنسبة كبيرة، بقى وراها نسبة من العجز. بالنسبة للتعليم الثانوي 750 شخص أساسا في مواد الرياضة البدنية والرياضيات والفرنسية، ستتخذ إجراءات إن شاء الله لتغطيته بأحسن الطرق وأسرعها. أسبوع من التكوين بعد امتحانات أوصلت هؤلاء إلى قاعات التكوين ليصبحوا معلمين وأساتذة يبثون العلوم النافعة في صدور المواطنين. وبعد مرحلة التكوين سيتم توزيع المعلمين والأساتذة على التراب الوطني. اختتمت بالعاصمة نواكشوط الحملة الوطنية للتطوع المنظمة من قبل وزارة التشغيل والشباب والرياضة. تميز اختتام هذه الحملة بتنظيم أمسية فنية شهدت تقديم العديد من العروض التي دعت إلى الوعي بقيم التطوع والوحدة الوطنية وترسيخ روح المواطنة. بعد يوم وطني بامتياز توحدت فيه الجهود وتكاتفت من أجل تقديم خدمات تطوعية تنوعت في مظهرها واتحدت في جوهرها ضمن فعاليات اليوم الوطني للتطوع المواطنة المنفذ من قبل وزارة التشغيل والشباب والرياضة. نظمت الجمعيات والهيئات الفنية الشبابية بالتعاون مع القطاع الوصي هذه الأمسية الختامية لفعاليات اليوم التطوعي، وذلك بملعب المرحوم شيخ البيدية. الأمسية التي حملت شعار وطني واجبي، وحضرها وزير التشغيل والشباب والرياضة الدكتور طالب السيد أحمد بمعية عدد من أطر القطاع ومسؤولي بعض الاتحادات الرياضية والجمعيات الشبابية وجمهور معتبر. تضمنت جملة من العروض المسرحية والفنية والأدبية إضافة إلى وصلات موسيقية، عروض أبرزت أهمية الوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع، إضافة إلى التأكيد على ضرورة خلق وعي متطور بترسيخ قيم التطوع لدى الشباب وما يمكن أن تلعبه هذه الفئة الحية والنشطة من المجتمع في هذا الإطار. هذه العروض دعت الشباب من خلال رسائل غير مشفرة أبرقت بها إلى الانخراط في عملية البناء والتنمية والمشاركة الفاعلة في كافة الجهود الرامية إلى النهوض بالبلاد وجعلها في مقدمة ركب الدول النامية. الأمسية الختامية لليوم التطوعي أبرزت في لوحات عرضها الدور الذي يلعبه التنوع الثقافي الذي حب الله به بلادنا في تقوية اللحمة الاجتماعية وتعزيز وشائج الوحدة الوطنية وروح المواطنة، إضافة إلى إبراز الدور المحوري للشباب في النهوض بالبلاد وتنميتها باعتباره جيل المستقبل المؤتمن على مستقبل البلاد. تميز اليوم الثاني من الزيارة التي يؤديها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لولاية الحوض الغربي بزيارة مركز مدبوق الإداري وبعض القرى التابعة له. وقد مكنت الزيارة وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من الاطلاع ميدانيا على أحوال المواطنين الإنسانية في البلدات المذكورة. خلال وجوده في ولاية الحوض الغربي ترأس رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رفقة وفد من اللجنة اجتماعا مع ممثلي سكان مركز مدبوق الإداري. هذا الاجتماع شكل سانحة لرئيس اللجنة الأستاذ أحمد سالم البحبيني
أوضح فيه أن الهدف من الزيارة والاطلاع على وضعية حقوق الإنسان، مذكرا بأن اللجنة هيئة دستورية استشارية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان، داعيا الحضور إلى نبذ الخلافات الداخلية التي لا تخدم السكان بل تمنعهم من الخدمات الأساسية الضرورية كالماء والكهرباء والتعليم والصحة. وبين أن اللجنة ستوصل المشاكل المطروحة إلى الجهات المعنية من أجل حلها في أقرب الآجال، مؤكدا أن قوانين الدولة تساوي بين جميع مكونات الشعب الموريتاني، ويجب فهم ذلك إذ أنه لا مناص من تجسيده على أرض الواقع. عمدة بلدية مدبوغو رحب باسم السكان بوفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مقدما نماذج من النواقص التي تعاني منها البلدية كالعزلة وعدم وجود المدارس الكافية والنقاط الصحية، مطالبا بضرورة تطبيق حقوق الإنسان في هذه البلدية تحقيقا للعدل والمساواة بين قاطنها. مداخلات الحضور ثمنت في مجملها الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وما هذه الزيارة إلا دليل فعلي على الاتصال المباشر على أحوال المواطنين ومعرفة مشاكلهم الحقوقية. وفي قرية مصفية حط وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الرحال فيها، حيث استمع إلى المواطنين الذين عبروا عن تثمينهم لهذه الزيارة مؤملين أنها ستضيف الجديد وتتغلب على العراقيل. اخترنا في إطار هذه الحملة اللي معدرين اللي تعود شاملة لكامل التراب الوطني، ما تبقى بالإيدة ما وقفنا لها، وصلنا لها الخطاب الحقوقي، وصلنا لها المهمة الموكلة للجنة، وسمعنا منها مشاكلها، وفي إطار العلاقة اللي تربطنا احنا والحكومة نوصلوها بأمانة ونتابعوها من أجل إنجازها. لا نستمعوا لكم، نستمعوا لمشاكلكم ونسجلوهم، ومنين نسجلوهم إن شاء الله تعالى نوصلوهم ونتابعوا معاكم، ونقبضوا بطبيعة الحال نبقى بارتباط معاكم وعندنا عنوانكم إياك، لكن لا يتكلفون بهم اللي من المسائل إلى بلغناها نرد عليكم بهم إن شاء الله. المتدخلون من سكان قرية مصفية رحبوا بوفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبين بتوفير المزيد من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والكهرباء. من قرية مصفية بولاية الحوض الغربي، يعقوب الصوفي، قناة الموريتانية. نظم المنتدى الشنقيطي للفقهاء والقراء بفندق الخاطر في نواكشوط ندوته السنوية الثانية لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شعار شمائله وخصائصه ودلائل نبوته. تأتي هذه الندوة ضمن أجواء تخريج ذكرى المولد النبوي الشريف. فقهاء وأئمة وشيوخ خلال الندوة السنوية الثانية لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم المنظمة من طرف المنتدى الشنقيطي للفقهاء والقراء تحت عنوان شمائل الرسول وخصائصه ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، والهادفة إلى تمكين الشباب والجمهور من معرفة سيرة خاتم النبيين وإمام المرسلين. الندوة كانت فرصة لنشر القيم الإسلامية الفاضلة وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة، كما شكلت إضافة نوعية في سبيل ترسيخ النهج النبوي الشريف ونشر سيرته العطرة. لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشيد بالجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على هذا المنتدى في سبيل نشر سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم وما تحمله من قيم فاضلة ومثل سامية وأخلاق رفيعة، وهو ما نحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل انتشار الأفكار المتطرفة عبر المد الجارف للعلماء. إن هذه الندوات تعد فرصة سانحة لنشر القيم الفاضلة وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وإنني لعلى يقين من أن هذه الندوة ستشكل إسهاماً مهماً وإضافة نوعية في ترسيخ النهج النبوي الشريف ونشر سيرته العطرة. النسخة السنوية الثانية لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم تزامنت هذه السنة مع ذكرى المولد النبوي الشريف، وشكلت سانحة للتذكير بشمائله ودلائل نبوته. إننا في هذه المؤسسة الثقافية الدعوية، مؤسسة المنتدى الشنقيطي للفقهاء والقراء،
لنعرب لكم عن شعورنا بالغبطة والسرور بهذا الجمع الكريم الذي يشاركنا الفرحة في هذا الاجتماع المبارك الذي يجتمع لتدارس السيرة العطرة للنبي نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. إن من أول وآكد أهداف هذه المؤسسة محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به، وكذلك من أهداف المنتدى خدمة كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعاليات الندوة شهدت جلسات علمية وتراتيل قرآنية وإلقاءات شعرية ومسابقة في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أطلقت بلدية تيارة يوم للنظافة على مستوى شوارع وساحات المقاطعة بمشاركة عدد من ساكنة المقاطعة والفاعلين في المجتمع المدني والجمعيات الشبابية. النظافة شرط أساسي لتقدم المجتمعات وسلوك مدني يرمز للحضارة، وفي سبيل دعم هذه المبادئ ونشر ثقافتها في المجتمع نظمت بلدية تيارت يوما للنظافة في شوارع وساحات المقاطعة شمل إزالة الحواجز التي تعيق توسعها وجمع القمامات والنفايات المنتشرة في جنبات الطرق. طرحنا اليوم لأننا نقبض جزء من البلدية ونركز عليه الآليات كاملة اللي موجودة بين اللي حقيقة فهم أمور ضروري عادة إزالتها واحدة، ولا تشقين ذا اليوم في يوم النظافة العادية يغير فيهم اللي إزالة الحواجز والأمور اللي محتلة المجال العمومي. وإحنا كنا في الساحة، هاي ساحة من أقدم ساحات تيارت، وحقيقة ذا اللي يحلاها ملاك كامل ومضايق كامل بشمل المضايقات اللي ما هي مقبولة. نعلن للجميع أنها منظفة اليوم، وعلى أنها لا يتتابع، وعلى أنها دور تشجر، وعلى أنها ما مقبولة اللي يعود فيها، ما هو ذاك اللي طبيعي يلا يعود فيها تماما. بعض ساكنة مقاطعة تيارت تمنوا هذه المبادرة التي تقوم بها البلدية. مباليت لا هي انحاشت عن ولا تلحد لا هي كبهان، هون الناس المضرة من أقوار يجي نقر الدشرة مرضى ودخاخين ما عندها لهم شيء، شاكرينهم أشد الشكر على المعدلين. ويبقى تكاتف جهود الجميع ونشر الوعي بضرورة الحرص على نظافة المدينة السبيل الأنجى للمحافظة على الرقي وإعطاء الوجه اللائق للعاصمة. في ذاكرة نوفمبر نستنطق التاريخ ليعيد إلى الهان الأمجاد الخالدة والتضحيات الجسام التي قدمها أبناء الوطن في سبيل الحرية والانعتاق. ففي شمال البلاد دارت معارك شرسة ضد قوات الاحتلال مكنت من صد هجماته واستبداده في هذه المنطقة من الوطن. لم تكن منطقة الشمال سهلة المنال من قبل الطغاة المستبدين في الحقبة الاستعمارية من تاريخ البلاد، كما هو الحال بالنسبة لمختلف مناطق الوطن. فبالعزم والإرادة أحرز المقاومون في هذه المنطقة عديد الانتصارات التي تجسدت في قتل العديد من قادة قوات الاحتلال في معارك ضارية. تعتبر منطقة الشمال الموريتاني بركانا ثائرا في وجه الاحتلال الأجنبي الذي تعرضت له هذه البلاد، فقد خاض أبناء هذه المنطقة معارك فاصلة في تاريخ المقاومة الوطنية تمكنوا فيها من القضاء على ضباط وقادة من المحتل الأجنبي، وكذلك جرت على في أرض هذا الشمال أيضا معارك يمكن وصفها بأنها كانت معارك فاصلة في تاريخ المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الأجنبي، فقد اعترف المحتل نفسه في كتاب دوتون لويسكي بأنهم فقدوا في الشمال الموريتاني 21 ضابطا ما بين نقيب وملازم. ومن بين المعارك الفاصلة في تاريخ المقاومة في هذه الربوع من الوطن معركة عين الخشبة التي أرغمت المحتل على التراجع والانسحاب من بعض مناطق التواغل. هذه المعركة وقعت يوم 16 مارس 1908 بقيادة الأمير المجاهد سيد أحمد اللحم العيدة، حيث كان يقود حينها 200 من المجاهدين التحمت مع هذه الوحدة الاحتلالية عند منطقة حسي الخشبة
حيث تمكنوا من قتل قائد هذه الوحدة النقيب ريبو، وتعتبر هذه المعركة انتصارا عظيما للمقاومة، إذ أجبرت قوات الاحتلال فيما بعد إلى إخلاء مركز أكجوجت سنة 1908. تلاحم المقاومة الوطنية وتماسكها شكل في مرحلة من تاريخها حصنا منيعا في وجه الطغاة والمستبدين. استنتج أن المقاومة الوطنية ضحت بكل غال ونفيس من أجل تحرير هذا الوطن، وكذلك أنها اتخذت طابعا شموليا، فقد قاوم أبناء الشمال إلى جانب أبناء الجنوب، وكذلك أبناء الجنوب إلى جانب أبناء الشمال، وكذلك الشرق والغرب في الحقيقة التحموا في مواقع فاصلة من أجل فعلا صد هذه الهجمة الاحتلالية. وكانت هذه المقاومة هي التي أفضت إلى الاستقلال فيما بعد، الذي تحل ذكراه المجيد علينا، والذي أنتهز الفرصة لأهنئ الشعب الموريتاني بمناسبتها. نظمت سفارة الجزائر بنواكشوط بالتعاون مع رابطة الأخوة الموريتانية الجزائرية حفلا بمناسبة التحاق الطلبة والمتدربين الموريتانيين بجامعات ومعاهد التكوين بجمهورية الجزائر. الحفل شكل مناسبة للسفير الجزائري المعتمد في بلادنا السيد نور الدين خندودي، استعرض فيها وجه التعاون الثنائي المثمر بين بلادنا والجزائر الذي شمل عدة مجالات تنموية، معربا عن سعادته باحتضان جامعات ومعاهد بلاده للطلاب الموريتانيين. أما رئيسة رابطة الأخوة الموريتانية الجزائرية السيدة عائشة تمتداه السيد مبي فقد أشادت بالمستوى العالي الذي تشهده علاقات الشعبين الشقيقين على مر التاريخ، ودعت الطلاب إلى الاهتمام بالتحصيل العلمي والتبادل الفكري والمعرفي وتمثيل البلاد أحسن تمثيل. تشهد الزراعة الفيضية بولاية غورغول هذا العام بعض الانتعاش نظرا للتهاطلات المطرية التي عرفتها الولاية هذا العام، ويسعى المزارعون بالتعاون مع قطاع التنمية الريفية إلى سد بعض النواقص من أجل الرفع من الإنتاجية. شهدت الزراعة الفيضية بولاية غورغول هذا العام بعض التحسن نظرا لحجم التساقطات المطرية التي حبى الله بها الولاية هذا العام. هنا بإحدى ضواحي مدينة كيهيدي يؤكد المزارعون على أهمية توفير الدعم والتأطير للرفع من مردودية هذا الصنف من الزراعة بعد أن توفرت المياه بالشكل الكافي هذا العام. هذه البلد هون مشتركين كاملين، مشتركين احنا وهالقنك دنبوجي وهالقري وهالكيهيدي وناترقي سمان، وهذه البلد الهون وصفتها لذا هي تبقي الحماية من قرياج، لأن هله دائما يعجل من لا الحيوان. فتبارك الله ذا العام، فتبارك الله ما قال يكون انزادوا من الدوون جبروا حد يعطينا شيء نحموها به. طالبين مالي منها تعاوننا في الدوذ اللي الدوذ طلعتنا والله اللي زين عندنا يا قير ما هو الكافي نختاره تعاوننا فيه في بالنسبة للحرية السنة. قال لها لا الدولة تعطيها وجه ومثلا التعاون معنا فيها، واحنا ما عندنا من الشغلة ما وهي. الجهات الوصية على قطاع الزراعة تؤكد أن جهودا معتبرة بذلت هذا العام لدعم المزارعين والسعي إلى الرفع من إنتاجية الزراعة الفيضية. الزراعة الفيضية ستكون أحسن من السنوات الماضية اللي فيها الحمد لله عدة مناطق أمرتها المياه، وسنقوم بتوفير البذور اللازمة للمزارعين، وكذلك نقوم بتوفير المبيدات لمسحوق بلدوك اللي يحارب ثاقبة الساق المعروفة محليا بالسيزاميا، وهذه الثاقبة هذه الحشرة تصيب نبتة من الأصل من الجذور ثم تصعد، وبالتالي تعود السنبلة تعود خاوية ما فيها شيء، لا يوجد فيها شيء، وبالتالي نقوم بتكوينات المزارعين ونعطيهم النصائح المباشرة
هي عادة هذا المبيد يعمل له في 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 قلب في قلب الصدرايا، وبالتالي لا بد لها من يعود المبيد مستعمل صباحا مبكرا أو في المساء. وبهذه المناسبة مشاتنا الوزارة عدة مبيدات، ونحن الآن نقوم بتوزيعها حسب الحاجة. وتشكل الزراعة الفيضية إحدى مكونات الزراعة بولاية غرغلة التي يعتمد عليها الكثير من ساكنة الولاية خاصة ساكنة الريف. احتضنت مدينة كيهيدي مؤخرا دورة تكوينية ضمن الورشات الوطنية الكبرى لصناعة الخزف، شارك فيها عدد من شباب ولايات قديماغة والبراكنة فضلا عن غرغل المستضيفة للدورة التكوينية. على مدى 6 أيام تلقى العديد من شباب ولايات غرغل قديماغة البراكنة تكوينا مكثفا في مجال صناعة الخزف ضمن إحدى مكونات الورشات الوطنية الكبرى لصناعة الخزف. شباب من الجنسين توزعوا على شكل حلقات ومجموعات لتلقي بعض الدروس النظرية الممهدة لحصص أخرى تطبيقية لصناعة الخزف. اكتشفنا أن أرضنا اللي إشنا لها في مواد وما نحن صالحة الآلات نحن نشرو من الخارج، مبسط نصنع من الأرض نحن اللي خلقنا إليها. فتوف هاي ما شاء الله تكوين كان زين حتى ما شاء الله، وزين عندنا مهتمين به، طالبين من الدولة من سيادة الرئيس يعني يفتحوا لنا مقر في مدينتنا. لكن الشباب كامل اكتشف هاي المواهب اللي عنده، ذي المواهب صناعة الآلات التقليدية اللي هي من أعراف أجداد نحن، هي الموريتانيين أنا كنا نصنع صناعة تقليدية. ونعتونا مول الطريقه اللي حد يطرح الطين للماكينه، الطريقه اللي يبني بها كامل نعتونا ان شاء الله تبارك الله، وادنا نعرفوا تبارك الله، وهون وحدين فاتوا عدل من قديحات وعدل من جويرات ما شاء الله تبارك الله، والطريقه اللي ندخلوه في الفور وكم الوقت ذا كامل تبارك الله ونعتنا اتاب بار اتاب. الدورة الأخيرة ضمن دورات مماثلة احتضنتها العاصمة نواكشوط وكيفة تميزت بتلقي معارف تطبيقية داخل ورشات لمعالجة عينات من الطين قبل إدخالها في أفران معدة لإكمال حلقات التصنيع. في هذه المرحلة، الثالثة، حاولنا أننا نقدموا لهذا الشباب هذا المراحل اللي تتعلق بصناعة الخزف، ابتداء من تحضير الطين، تشكيل الطين، تجفيف الطين، الطهي داخل الفرن، والزخرفة على الأواني الخزفية. الحمد لله لقينا واحد تجاوب كبير من هاد الشباب والشابات اللي كانوا مفعمين بالحماس وتتطلعوا لأنهم يتعلموا أكثر وأكثر، ولكن المدة كانت قصيرة، ما كانش بالإمكان أننا غادي نشوفوا دك نعطيهم دك التقنيات كاملين، ولكن كانت التقنيات اللي أعطيناهم على أرض الواقع تطبيقيا، وكانت التقنيات اللي أعطيناهم غير دروس نظرية، والحمد لله كانت نتائج جد سارة. الشباب المشارك في هذا التكوين عبر عن أهمية اكتساب معارف ومهارات لشباب يحدوه الأمل في أن تصبح صناعة الخزف على مستوى من الجودة يوفر الحاجة ويمتص البطالة. وتؤكد مصالح مختصة التابعة لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية أن صناعة الخزف يمكن أن تصبح قادرة على المنافسة إذا توفرت الآليات اللازمة لذلك. نحن هنا في كيهيدي نطمح عن أي شيء يعني توطين للصناعة التقليدية يعود انطلاق من هون كيهيدي، ولذلك هم اللي هم عندهم خلفية في صناعة الخزف، وهذه اللي تتوطن فيهم يقدروا يبدعوا فيها. وتشكل الدورة التكوينية المنظمة بمدينة كيهيدي آخر الدورات المزمع انتقاء مشاركين بعدها للتكوين في الخارج، تمهيدا لفتح مراكز للتكوين في صناعة الخزف في البلد. وبذلك نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية نشرة الأخبار من قناة الموريتانية، عود على بدء وتذكر بأبرز ما جاء فيها. وزير الصحة يواصل جولته في عدد من الولايات ويحث الطواقم على التحلي بروح المسؤولية والعناية بالمرضى. وزير التعليم الأساسي والثانوي والدياني زيارة تفقد لعدد مراكز تكوين عقدوي الخدمة العمومية بنواكشوط. اختتام الحملة الوطنية للعمل التطوعي المنظمة من قبل وزارة التشغيل والشباب والرياضة على عموم التراب الوطني.
بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.